أهلا يا أصحابي، معاكم بارع في فوازير رمضان. اتفرجوا على حلقة النهاردة على قناة حراء، اكتب حل الفزورة في التعليقات، ومعانا جوائز كتيرة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم يا أصحابي، ايه أخبار الصيام؟ أكيد صايمين زي أنا شاطر. يا رب يا كريم، يلا على الفزورة أوام. هو رسول من الرسل، يا ناس أحلى من القمر ورب الناس. كان يتيم، ده يا ناس رحيم. كان عنده 7 أولاد، 3 ذكور و4 إناث. لقبه أبو القاسم، ده كله أخلاق، صدق وأمانة وتواضع كمان. الكفار أذوه، هاجر من بلده اللي بيحبها. معجزاته كتيرة، انشقاق القمر، حنين الجزع، الماء بين أصابعه. عاش 63 سنة ومات سنة 11 هجرية. يلا أوام جاوبه، يا رب الكل يكسب. يا رب يا كريم.